السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة دائما. معكم عبد الرحيم، قناة فيزا شينغن. فيديو ديال اليوم غيكون فيه مجموعة ديال المعلومات اللي كتتعلق بالفيزا وكتتعلق بالهجرة وكتتعلق بالعيش في إسبانيا. كنتكلم على إسبانيا لأن كيجوني تساؤلات على بلجيكا على ألمانيا. ما نقدرش نهضر على واحد الدولة وأنا ما عمري ما وصلت ليها. بالنسبة للمواعيد، المواعيد ديال إيطاليا في القنصلية ديال الدار البيضاء بالنسبة للتجمع العائلي والسياحة، واللي مزوج شخص من الاتحاد الأوروبي راه ما بقاوش كيتشدوا في التيليس كونتاكت ولا موقع آخر. غادي ندير لكم واحد الفيديو مستقبلا على حساب الوقت، غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش كيتخاذ الموعد. 350 رونديفو كل يوم اثنين، فيها هاد ثلاثه ديال الانواع ديال الفيزا. كتصيفط لهم المعلومات وهما كيتواصلوا معاك وكيعطيوك الرونديفو. من بعد غادي نشرح لكم القنصليه الايطاليه في الدار البيضاء بالتفصيل الممل. اسبانيا وقع واحد الموديفيكاسيون، تزاد واحد لوبسيون جديده، ولاو كيطلبوا لك. في الاول كانوا كيطلبوا غير الكود فيريفيكاسيون كيجي الايميل ديالنا، دابا تزاد واحد الكارو ضروري كيجي واحد الكود اس ام اس، النمره ديال التليفون ديالنا عليها ضروري. خاص التليفون ديالك، النمره اللي كتعطيهم والنمره باش كتكري الكونت ديالك تكون خدامه عندك في التليفون. اللي بغى المواعيد راه خاصه يبقى يدخل الموقع جوج المرات ثلاثه، ماشي تدخل مره في السيمانه ولا مره في الشهر وتقول راه ما كاينينش. المواعيد كيكونوا كيتفتحوا على غفله، الانسان اللي بغاهم يرد البال مع المواقع، يوصي شي واحد كونفيونس، وصي اجونس كونفيونس، ما توصيش شي واحد لا تقول له شد لي رونديفو وصافي وينساك 3 شهور 4 شهور، لا، شي واحد اللي غيكون كاباب. غادي ندوز لواحد الموضوع اخر، غادي نبقى غير في الفيزا قبل ما غادي ندوز للموضوع الاخر. بالنسبه للفيزا، الفيزا انا ما نكذبش عليكم، انا اي حاجه كنبغي نديرها كنخدمها طابلو طابلو بحال هكا طابلو. هنايا كتسطر لي زوبجيكتيف ديالك، انت شنو باغي، راه هكا غديرها الفيزا. مثلا الفيزا الشروط ديالها، الا بغينا نقولوا الشروط ديال الفيزا، ماشي اي واحد يمكن له يطلب فيزا. خاصك تكون يا اما عامل مستخدم في شركه، يا اما موظف، يا اما خدام تاجر، يا اما متقاعد، يا اما سائق ديال تاكسي، يا اما طالب، يا اما عندك املاك. وهادشي كامل خاص يكونوا عندك وثائق، ماشي انا خدام بلا اوراق، تاجر بلا اوراق، عندي روجيستر كوميرس ما خدامش، كنسوق الطوموبيل بلا اوراق، ونزيدها المتقاعدين. هادو هما الناس اللي كيستافدوا من الفيزا. الا كنت انا من هاد الناس، هادو انا من هاد الناس، ماشي اليوم خدمت في شركه غدا ندفع الفيزا، راه ما يمكنش، خاصني نسخن بلاصه ديالي. يعني نسخن بلاصتي، نقدام واحد شويه في البوست ديالي باش القنصليه تطيق تقول راه هاد السيد راه خدام ما محتاجش انه يهاجر، لان القنصليه كتدرس معاك الملف ديال الفيزا على اساس واش غترجع للمغرب ولا غتحرق. جوج ديال الخيارات، واش غترجع ولا غتحرق، صافي. شكات فيه عندها شويه ديال الشكوك انك غتمشي ما ترجعش، كترفض لك الفيزا. وبعض المرات كترفض الفيزا بدون سبب، كيكون عندك الموارد الماليه، كيكون عندك كل شيء، كترفض لان جيتي في ذاك العدد اللي ضروري خاصه يدوز، جات فيك ديك الكوطا غترفض لك الفيزا. غنخدم واحد العام في شركه، غنخدم عام مع الدوله، يكون عندي روجيستر كوميرس فيه عام وزياده ولا عامين، مقاول ذاتي عام ولا عامين، بطاقه مهنيه، سائق ديال الطاكسي، متقاعد، فلاح، عندي الاملاك، عندي العقارات، هادشي كامل كتجمعوا الوثائق ديالهم. ولكن قبل من هادشي خاصني انا نحط نفيزي امتى باغي نسافر، انا خاصني نكون انا عارف فين غنسافر، الدوله اللي باغي نسافر ليها، باش ديك الدوله كناخد عليها معلومات، واش ديك الدوله الفيزا ديالها سهله ولا صعيبه،
كيفاش الاجراءات ديالها، فين كان القنصليه ديالها، كيفاش كاينين المواعيد ديالها. ملي كنحدد انا الدوله اللي بغيت نمشي ليها، من بعد كنحدد الشهر امتى باغي نمشي، واش في شهر 7 ولا في شهر 8 ولا في شهر 9. علاش؟ ملي كنقول انا مثلا انا خاصني نسافر في شهر 8، في شهر 8 هنا غادي يبان ليا امتى خاصني ناخذ الرونديفو. يعني شهر 8 غيتعطلوا عليا واحد شهرين ولا 3 شهور، يعني انا خاصني ندفع مثلا الفيزا في شهر 6 ولا في شهر 4 ولا في شهر 5 باش نبريباري واحد 3 شهور قبل الرونديفو، قبل اي رونديفو، قبل الرونديفو ديال الفيزا خاصك تبريباري 3 شهور قبل. هذيك 3 شهور قبل غادي تروجها، شكون هما الناس اللي غيروجوا الحساب البنكي؟ واش عرفتوا شكون هما؟ راه ماشي كاملين، ماشي كاملين كنروجوا الحساب البنكي. الناس اللي عندهم روجيستر كوميرس، التجار واصحاب الشركات والمقاول الذاتي، واللي عنده مثلا الفلاحين، اللي عنده العقارات وداك الشيء، هادول ضروري كيبان عندهم واحد الكونت بونكير مروج. علاش؟ عندهم عمليات كيبيعوا وكيشريوا، الفلوس داخله خارجه. الا كنتي سالاريي، استاذ، طبيب، خدام، عندك واحد الصالير كيدوز لك في الاخر الشهر، كدوز لك 7000 درهم في الاخر الشهر، كدوز لك 8000، 4000، 6000، 5000، 10000، 12000. يعني عندك واحد الصالير فيكس كيدوز لك كل شهر، كيدوز معروف. شنو باغي تروج انت ديك الساعه؟ ما عندك ما يتروج. انت غدير واحد لا جيستيون، غتسير داك الحساب البنكي ديالك، هذيك 12000 درهم ولا هذيك 8000 درهم ولا هذيك 7000 درهم اللي كدوز لك، انت غتبين البنكه، غتبين عفوا القنصليه، انت كيفاش كتسير الصالير ديالك. راه باين كدوز لك 8000 درهم ولا 6000 درهم، كتيري فلوس باش كتخلص الكرا، كتجبد 2000 درهم ولا 1500 ولا 1600 على حسب انت باش كاري، وكتبقى غاديه. هذه هي اللي كتبان كبيره. كيجي واحد الاقتطاع ديال الدار ديال الكريدي 1400 ولا 1500 ولا 1600 ولا 1100 ولا 900، وكيبقاو دوك 100 200 درهم، 300 400 كذا كذا كذا. هذا هو الموفمون ديال الحساب. هكا كتعيش انت الحياه اليوميه ديالك في الشهر كامل. في الاخر كيبقى واحد السولد، هاد السولد هذا انت خدم عليه قبل، خلي فيه واحد جوج ديال المليون ولا مليون ونص ولا ثلاثه، باش الشهر الاخر ملي كتدخل ديك 7000 درهم كتجيريها بنفس الطريقه، كتشيط منها واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم كتزيد على السولد القديم، وكتبقى غادي الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع كتاخد فيه كيكون عندك رونديفو، وكتدفع الفيزا ديالك. شهر، شهرين، 3 شهور كيجاوبوك. ملي كيجاوبوك كتاخد الفيزا ديالك. واحد النقطة هنايا، كاين اللي كيكون عنده رونديفو نهار واحد في الشهر ولا جوج في الشهر ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا حتى 12 في الشهر، من واحد حتى 12 هاد المدة ديال الرونديفو. ملي كتبغي تاخد لي بوردرو دو لا سينيسيس، على فكرة راه كياخدوها من الشركة لي بوردرو دو لا سينيسيس، كتلقى الشركة ما بريباراتش، مازال ما خدماتش الشهر اللي غتحتاجو انت. هنا راه ماشي مشكل، كتلقى شركة كتقول لك بغيتي الشهر، بغيتي البوردرو ديال شهر واحد، ما كيوجد حتى ديال شهر 12، ما كيوجد حتى نهار 15 في شهر واحد. الناس اللي غادي تدفع دابا فيزا في هاد شهر واحد هذا، ماشي ضروري انكم تدفعوا بلي بوردرو لا سينيسيس ديال شهر 12، 9 10 11، لان الشهر الثالث ما كيكونش واجد على حسب الشركات. الشركة كتكون قابلة للخلاص، لي بيلتان دو بي، لا سينيسيس، لا ميوتيال، عاد كتبقى ليها هذيك لي بوردرو دو لا سينيسيس كيخدموهم. غادي ندوز لواحد القضيه، ملي كتاخد فيزا كتمشي، هنايا كاينين عندك جوج ديال لي شوا، واش انت ديك الفيزا غادي تمشي توريست وترجع، ولا غتمشي وغتبقى. الا كنتي غادي تمشي غرض سياحه، غادي تمشي غدوز السياحه، غتمشي للبلايص، والبلايص اللي غتمشي ليهم ما كرهتش انك دير واحد لاجوندا، راك سائح، واحد لاجوندا، وتبقى تنوطي البلاصات، الساحات اللي مشيتي ليهم، الاماكن اللي مشيتي ليهم تنوطيهم، تاخد دي فوتو كذا، باش المره الجايه ملي تبغي تدفع الفيزا كتعزز الملف ديالك بدوك تصاور مثلا، ولا ملي تبغي دير واحد البروغرام دو فواياج، واحد البلون ديال الفواياج، غدير واحد البلون فيه دوك البلايصات اللي مشيتي ليهم،
نمشي هنايا ونمشي هنايا ونمشي هنايا ونمشي هنايا، غندوز لواحد الجهة أخرى. أنا غادي نمشي وما غاديش نرجع، غادي نبقى تمايا مثلا في إسبانيا، لأن الأغلبية كتمشي لفرنسا هولندا، كيمشيو كاملين كيرجعوا لإسبانيا، لأن إسبانيا هي اللي فيها التسهيلات ديال الأوراق، هي اللي حاليا فيها قانون 3 سنين، عامين، 4 سنين الأوراق. أما شي دولة أخرى راه ما فيهاش الأوراق إلا بشي طرق أخرى، تزوج، ولكن الأغلبية اللي كتمشي لأوروبا كتكون مزوجة، ما يمكنش أنها تعاود تزوج. إذا مشيتي بفيزا لإسبانيا، فيها 20 يوم، فيها شهر، فيها 45 يوم، إلا حرقتيها كتبقى واحد المهاجر غير قانوني إداريا، غير إداريا أنت غير قانوني، ولكن كتخلص الضريبة، كتخلص الكرا، كتخلص، يعني عايش. كدير شهادة السكنة، من حقك دير شهادة السكنة. الناس اللي سولوني اليوم، من حقك انك تمشي دير شهادة السكنة، ماشي ضروري تكون عندك الفيزا. شتي ان فوا توصلت لاسبانيا، ان فوا توصل لاسبانيا عندك الحق دير شهادة السكنة، تمشي تكري دير شهادة السكنة. عندك وليداتك صغارين يمكن لهم يقراو، انا كنقولها دائما، لان هنايا راه ضروري خاصهم يقراو، راه بزز عليك، خاصك تقريهم، اوبليغاتوار، ضروري الزامي التعليم. غتكري دير شهادة سكنة، الكرا صعيبة الإخوان، صعيب 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 بلا ما نهضر عليه، صعيب. مني سهل عليك لا تكري، غدير شهادة سكنة ديالك، غدخل وليداتك في المدرسة، تقلب على خدمة في النوار، لقيتيها مرحبا، ما لقيتيش غادي تصبر حتى تلقاها. عندك الحق تمشي للطبيب، كتصيبط الخيطة ديال الطبيب. عندك الحق في جميع الحقوق بحالك بحال جميع الاسبانيين هنايا والمغاربه اللي عندهم الوراق واللي ما عندهمش، ما كاينش فرق بين هذا عنده الوراق وهذا ما عندوش الوراق، غير اداريا هذاك عنده الترخيطه ديالو وانت ما عندكش. نهار يسهل عليك الله غديرها، ولادو كيقراو حتى انت ولادك كيقراو، كترك في المترو حتى انت كترك في المترو، كل شيء بحال بحال، الا الخدمه. لان علاش الخدمه ما كيبغيش يخدم واحد ما عندوش الوراق؟ خاص ديرها في بالك، الا جا واحد لانسبيكتور دو ترافاي ولقى واحد خدام بلا اوراق مع شي واحد اخر، واش عرفتوا الغرامه اللي كيضربوا؟ 10 ديال المليون، 10 آلاف الاورو، خطيه 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 باش كلشي يفهم، خطيه كيضرب بيها هذاك اللي مخدمك، كيعاقبو علاش خدمتي واحد بلا اوراق، عليها كيخافوا. هنا كاين قانون، ولا يقدر شي بعض الحالات يقدر يسدوا ليه المحل ولا شي حاجه، فهمتوني؟ اللي بغى يقرا، جيتي لاسبانيا هنايا، حصلتي في اسبانيا، بقيتي في اسبانيا، عندك البكالوريا جبتيها هي والنقاط والمعادله ديالك، قريتي شويه ديال اللغه، يمكن لك دير التكوين المهني على حساب النيفو الدراسي ديالك، غرادو سيبيريور غرادو ميديو عادي تقرا، ما كاينش مشكل. عندك فيزا طويلة، عندك فيزا فيها 45 يوم، عندك فيزا فيها شهرين، عندك فيزا فيها 3 شهور، هنايا تقدر تدوز من واحد الطريق المختصر، هنا خاص يكون عندك الفلوس. ديك الفيزا ديال السياحة خاصك تحولها للدراسة، وبشحال كتطلع عليك هذه؟ خاصك تسجل في واحد المدرسة ولا واحد المعهد بواحد 3 ديال المليون، كتبلوكي 8 ديال المليون. في إسبانيا كدير واحد لاسيرونس، السيد اللي قال لي اسيرونس واش بريفي ولا في كلينيك، اسيرونس بحال اكسا راه كاينه هنايا في اسبانيا، دير اكسا تمايا ودوزهاني، غطلع لك واحد 12 مليون، غتحول فيزا سياحة للدراسة. عندك فيزا فيها 3 سنين، عامين، عام، بغيتي تبقى تطلع وتهبط، ولكن خدم بالدماغ باش ما تزرفش. عندك امكانيات، عندك فلوس في المغرب، عندك محلات، عندك عقارات، دير اخويا اقامة غير ربحية. اقامة غير ربحية خاص تكون عندك اكثر من 50 مليون، 60 مليون الفوق. شنو كتعني اقامة غير ربحية؟ انني انا عندي الفلوس، بغيت نمشي نعيش في اسبانيا، بغي غير نعيش، نخسر الاورو ونعيش نتبرع مع راسي، ما بغيت لا تعليم ديالكم لا طبيب لا والو، كتجيب داكشي الاملاك كامل في الوثائق، الكشوفات البنكيه ديال العام، الرصيد البنكي، كاين شي اجراءات كيبداو في المغرب وكاين شي اجراءات كيكملوا في اسبانيا. انت ملي كتاخذ اقامه غير ربحيه مع المده تقدر
تقلبها، مراتك غتجي معاك، ولادك غيجيو معاك، ولادك غادي يقراو. هذه طريقة. انت اختار الطريقة اللي تناسبك. بغيتي تبقى هنايا غير قانوني اداريا، انا ما كنقولش حراك، كنقول غير قانوني اداريا. كمل عامين تستافد من القانون ديال عامين، تكمل 3 سنين تستافد من القانون ديال 3 سنين. باغي تكريي مشروع، غتكريي واحد شركة ولا مشروع محل تجاري هنايا في اسبانيا، حتى دير به الوراق. الا ما كانوش عندك الوراق تقدر ديرو، ولكن يسيروا لك شي واحد بالوراق ديالو. كنتي في فرنسا ودخلتي لاسبانيا، خاصك تجلس في اسبانيا 3 سنين عاد تصايب الوراق ولا عامين. ودابا كاينه واحد الهضره كدور كيقولوا تقدر الحكومه والبرلمان في الاخر شهر 5 يقدروا يصادقوا على واحد التسويه للمهاجرين، يقدروا يصايبوا لهم الوراق، يقدروا. كاين احتمال 50%، 50% لا. الرساله ديالي انا من هذا الفيديو شنو هي؟ قبل ما دير شي خطوه درسها مزيان، درسها مزيان، واختار الوقت المناسب فين تمشي تهاجر. دابا كاين الشتاء، كاين البرد، كاين الثلج، الشتاء والثلج والبرد. وتخيل في بالك انك مثلا انت غادي تجي وتبقى تقلب على الكرا، وانا في الظروف هذه. وبالنسبه للناس اللي كيجيو مرا وراجلها وولادها، راه كاينين صعوبات، راه غتلقاو صعوبات. الا خرجت لكم فيزا كاملين، خرجت لكم فيزا كاملين، دفعتوا الفيزا سهل عليكم الله، خديتوا فيزا كاملين، راه من الاحسن يجي الراجل يسباق لاسبانيا، يدور يقلب يشد اوتيل يسول حتى يلقى لكم السكن. ملي غيلقى لكم السكن ويكريه ويقاد المسائل ديالو ويشد سويرتات ديالو في الجيب، ديك الساعة يمكن لكم نتوما تطلعوا عادي، غير تطلعوا تلقاو الدار تلاجة عامرة الدوش. راه هادي هي أحسن طريقة. أما تجيو كاملين وتركبوا في المترو كاملين، تمشيو تقلبوا على الكرا وتمشيو لهاد لاجونس كاملين، غادي تضربوا هي تمارة. أنا هادي وجهة نظر ديالي، هادي وجهة نظر ديالي، نقدر نكون غلط، نقدر نكون على صواب، ولكن الله سبحانه وتعالى كاملين عطانا هاد الدماغ هذا، كنشدو الافكار كنحللوهم وكناخدو القرار الصائب، لان في الاول وفي الاخير انت اللي كتاخد القرار الصائب، وانت اللي كتحمل المسؤوليه ديال جميع العواقب، سواء كانت زوينه او لا كانت خايبه. بالنسبه للاقامه غير ربحيه، اللي بغى يديرها كاين المكتب ديالنا كيدرسها، اللي بغى يقلب الفيزا من السياحه للدراسه المكتب ديالنا كيخدمها. ولكن ملي كنقول كيخدمها، ماشي غتهز تاني التليفون وتبقى تسولني انت ما عند ما داير لا معادله لا نقاط ما مسجل في شي حاجه وتبغيني نبقى نعاود لك تاني من الاول حتى الاخر. هادي لا، كون عندك معلومات اعطيني لي دوني ديالك، لي دوني ديالك، باش انا من خلال لي دوني نقول لك اشنو كاين. في النهايه ديال الفيديو كنقول لكم الى هذا المحتوى كيعجبكم، وهاد المعلومات اللي بارطاجيت معكم شفتوهم انهم مهمين، ما تنساوش تبارطاجيوهم مع الناس اللي عزاز عليكم، ماشي مع كل شيء، بارطاجيه مع الناس اللي عزيز عليك وباغي له الخير. بارطاجي مع هذا الفيديو باش يستافد حتى هو. ومستقبلا غادي نبقى نوع لي فيديو، مره نبقى نهضر على الهجره هنا في اسبانيا والجديد في اسبانيا والصعوبات، وما غاديش ننساو الفيزا كذلك. الى اللقاء.